السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الفندقي. اليوم حلقة جديدة من حلقات الإدارة الفندقية. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن قسم الأغذية والمشروبات والأقسام التابعة لقسم الأغذية والمشروبات. أهم حاجة عندنا في قسم الأغذية والمشروبات الفود أند بافريج، أهم حاجة عندنا فيها الرقابة، لأن طبعا في اي مكان لازم رقابة. انا دلوقتي رايح اراقب على حد، انا براقب ليه؟ علشان الحاجة اللي انا براقب عليها دي تبقى كويسة، تمام، تبقى ايه، تبقى مستواها كويس. لان انا اما براقب على الحاجة ديت مثلا في مدة صلاحية مش مظبوطة، في مثلا مواصفات مش صح، في كلام ده، يبقى انا بقول لهم ان الحاجة دي غلط، ان الحاجة دي عدلوها، ان الحاجة دي حسنوها، في تدريب، لا دربوا الناس، في ماكينات جديدة، اشتغلوا بالماكينات الجديدة، وهكذا. يبقى انا بعمل ايه؟ بشرف او براقب على الأغذية والمشروبات، بحيث ان هي تبقى العميل يشربها او ياكلها وما تحصلوش اضرار بعد ما ياكلها او يشربها. في ناس كتير قوي بتيجي مثلا، بس طبعا مش في المطاعم ولا في الفنادق، في ناس بتيجي تاكل حاجة وبعد ما بتاكل الحاجة دي بيجي لها مغص وبيجي لها يعني قيء وكده، بيشوفوا سببها ايه، بيشوفوا سببها، بيلاقوا الاكل اللي هو واكله يا اما منتهي الصلاحية، يا اما معمول غلط، يا اما متخزن غلط. وطبعا دي بتعمل مشاكل جامدة جدا وبتعمل سمعة للمنتج. انت لو فاتح مطعم وخرج من عندك شخص ولا اتنين تعبان كده، هيعمل لك دعاية سلبية ويقول المكان ده وحش والأكل بتاعه وحش والتخزين بتاعه وحش، ممكن المكان ده يخسر جامد جدا، لأن طبعا أي مكان أو أي منشأة بتقوم بإدارتها الأشخاص القائمين عليها، وبيبقوا مسؤولين عن الأكل ده اللي بيقدم للايه لل للمك لل للعملاء. طبعا الاكل ده لو في اي مشكلة، المديرين او القائمين على المكان، وزارة الصحة طبعا ممكن بتغلق المكان لعدم صلاحيته او لتقديمه اكل غير صالح للاستخدام الادمي. زي مثلا في اماكن بتقدم وجبات مش صحية، زي الفاست فود مثلا، بتقدم وجبات بتساعد على امراض منتشرة اللي هي عسر الهضم، واللي هي الامراض بتاعت الحياة العصرية الجديدة السريعة اللي احنا فيها. يقول لك انا عايز وجبة سريعة سريعة، اعمل لي وجبة مش عارف ايه، حط لي صوصات مش عارف ايه. الكلام ده يا جماعة بيسبب اضرار جامدة جدا على الجهاز الهضمي، وبيسبب امراض سوء تغذية، لان انت ما بتستفدش بالوجبات دي، لان هي ما بيبقاش فيها عناصر مهمة لجسمك، انت بتاكلها وخلاص بتسد جوعك وخلاص، والدنيا مش كويسة،
ما ينفعش ان انا الحاجات ديت ايه اكلها بشكل مستمر. يعني ممكن اكلها مرة سريع كده، انما اكلها باستمرار ده بيعمل على سوء تغذية، وبيسبب امراض في الجهاز الايه الهضمي. طبعا الرقابة على الأغذية والمشروبات بتبقى من قبل وزارة الصحة على الأماكن التي تقدم أغذية ومشروبات للعملاء. الرقابة بتبقى برضو من داخل المنشأة، بيبقوا متخصصين في الأغذية والمشروبات علشان هم اكتر اشخاص بيبقوا عارفين مواصفات الايه الاغذيه والمشروبات المقدمه للايه للعملاء. اهم حاجه عندي في مسؤولي بقى اللي هو موجود المقيم داخل المنشاه، مسؤولياته ايه؟ اول حاجه وضع مواصفات للاغذيه والمشروبات. يعني انا كرئيس قسم اغذيه ومشروبات لازم اقول المواصفات بتاع المشروبات، لازم مده الصلاحيه بتاعتها كذا، لازم مثلا الحاجات الاكل الفريش اللي بيستخدم لازم يكون مواصفاته كذا، لازم بيتعمل بمواد كذا، يعني لازم احط مواصفات علشان اما اجي اراقب يقول لي لا، ما يقوليش ان انت ايه لا ما حطيتليش مواصفات. زي ما اعمل مثلا اجي اقول لك مثلا ايه انت عندك امتحان بكره، عندك امتحان بكره في ايه، طب انت ما قلتليش ان انا عندي امتحان في ايه، يبقى انا لازم اقول لك عندك امتحان مادة ايه ومن الساعة كذا للساعة كذا ومنين لفين. يعني انت انا دلوقتي بديك اداره فندقيه، واحنا بعد شهرين مثلا من الدراسه قلت لكم انتوا عندكم امتحان في الاداره الفندقيه. طب معلش يا مس، من الاول للاخر ولا في عدد الصفحات قد ايه، ولا طب حضرتك هتجيبي اسئله نظامها ايه، طب شكلها عامل ازاي. يبقى انا لازم احدد مواصفات للحاجه اللي انا طب انا راقب على الاغذيه والمشروبات، يبقى انا لازم احط لها شروط ومواصفات علشان اما اجي اراقب اقول ديت تبع المواصفات، لا ديت خارجه المواصفات، في تحسين، لازم احسن، لازم اعمل، لازم، وهكذا. بعد كده اخذ موافقه مدير الفندق على امر الشراء من السوق. انا قلت ان انا هشتري مثلا هعمل مشروبات داخل المطعم. طبعا المشروبات بتتعمل داخل المطعم، ما ينفعش المطبخ خالص. المشروبات اللي هعملها في المطعم انا هعمل مشروبات فريش، وهعمل مشروبات ساخنة، وهعمل مشروبات منعشة، وهعمل مشروبات مثلجة. حطيت لستة كده وقايمة لجميع المشروبات اللي انا ايه اللي انا هعملها. طيب المشروبات دي هقول له بس كده انا هعمل مشروبات كذا ومشروبات كذا ومشروبات، لا، عايز للمشروبات المنعشة مثلا عايز كذا وكذا، للمشروبات المثلجة عايز كذا وكذا وكذا وكذا. بحط له كل مكونات مجموعة من المشروبات علشان المدير اللي هيمضي على امر الشراء يعرف انا هشتري ايه. هو انا هشتري وخلاص؟ هو انا معلش، يعني انا موضوع الشراء اللي انا هشتريه
هقول له انا هشتري مشروبات منعشة. ايه المشروبات المنعشة اللي انت هتشتريها دي؟ عبارة عن ايه؟ مشروبات مغذية. طب قول لي يعني، يبقى انا بحط له المواصفات وبحط له الاصناف بحيث ان هو يمضي لي ويوافق لي على امر الايه، على امر الشراء اللي انا ايه، اللي انا بشتري. تمام، يبقى انا باخد موافقة المدير على امر الشراء، بس امر الشراء لازم يكون مفصل بالايه، بالحاجات اللي انا هشتريها، علشان ممكن بعد ما اشتري مثلا وانا مش موضح الحاجات اللي انا هشتريها، بعد ما اشتري يقول لي ايه، هو انت اشتريت ده ليه؟ طب والكمية اللي اشتريتها كتير قوي، لا ده انت الحاجات اللي انت عملتها كتير قوي، لا ده انت. امر الشراء بيبقى موضح في الاصناف وفي الكميات وفي طبعا الاسعار. انت بتروح بتاخد اقرب الاسعار في السوق. بعد كده الرقابة على المشتريات من حيث المواصفات وعلى استلام. طيب انا عملت امر الشراء اهو، مواصفاتي ايه بقى؟ انت جبتيلي الحاجة، انا مضيت لك على امر الشراء، هتشتري لي مثلا فراولة، هتشتري لي مثلا لبن، هتشتري لي حاجات من الحاجات اللي انا هعمل بيها المشروبات دي. طيب يعني ايه اراقب على المشتريات دي؟ اراقب عليها يعني بشوفها صالحة للاستخدام ولا لا. يعني مثلا الفراولة، اجيب الفراولة اشوف الفراولة سليمة ولا مش سليمة، اشوف اللبن له مدة صلاحية، ساري في مدة الصلاحية بتاعته ولا لا، اشوف مثلا اللحوم لو بشتري بقى، طبعا امر الشراء ما بيبقاش لحاجة لوحدها، لا ده انا بيبقى في امر الشراء لكل الايه، المنتجات اللي هتقدم. اللحوم مثلا، اللحوم مدة الصلاحية بتاعتها مظبوطة، بس اللحمة نفسها لونها مش عاجبني، اللحمة لونها بيبقى وردي، ما بيبقاش احمر غامق ولا بني، اللحمة بيبقى لونها وردي. لو مش كده يبقى امر الشراء مرفوض، يبقى انا مش هدخل الحاجات دي عندي. ليه؟ لان لو انا دخلت الحاجات دي واتطبخت عندي واتقدمت للعميل، ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا. تعمل مشاكل كبيرة ازاي؟ العميل ممكن يتضر منها، ممكن يحصل له اي مرض، ممكن يحصل يعني بعد ما ياكل من عندي والاكل فاسد اصلا، ممكن ايه، ممكن العميل يحصل له تسمم مثلا. وممكن على فكرة في ناس ضعيفة وممكن التسمم يحصل ايه، حالة وفاة. يبقى انا بضر نفسي قبل ما اضر العميل. طبعا لو حصل حاجة زي كده للعميل، بضر نفسي ازاي؟ العميل هيقول ان انا كلت في الحتة الفلانية. طبعا كلت في الحتة الفلانية دي يعني هيجوا، وطبعا الرقابة، طبعا الرقابة لو ماضي على الحاجة يبقى الرقابة برضو فيها حاجة غلط. دخلت الحاجة ليه وهي مش صالحة؟ يعني قمت بطهيها ليه وهي مش صالحة؟ يعني انا مش انا اللي براقب لوحدي، يبقى الرقابة بتاعت الفندق والرقابة بتاعت وزارة الصحة والرقابة داخل المطبخ. لان وانا بدخل الحاجات اللي انا هقوم بطهيها دي، لازم اشوف مدى صلاحيتها قبل ما اقوم بتجهيزها وتحضيرها واعدادها.
يبقى لازم اعمل مواصفات علشان اعمل ايه، اشتري الحاجات دي. الرقابة عندي استلامها، وانا بستلمها بشوفها صالحة للاستخدام ولا لا. بعد كده الرقابة على المخازن من خلال اذن الصرف. الرقابة على المخازن يعني احنا قلنا المطبخ او المطعم بيبقى لهم مخزن خاص، يا اما بالمطبخ يا اما بالمطعم. المطبخ له المخزن بتاعه وله مواصفاته، وقبل ما اطلع الحاجة من المخزن لازم اشوف اذن الصرف الاول. انت دلوقتي جايب لي المطبخ عايز كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انا بعمل ايه؟ بشوف الحاجات دي مطابقة للي انت واخده ولا لا، النوع والعدد والكمية. النوع النوع مثلا انت عايز لحمة، عايز فراخ، عايز كذا. العدد انت عايز كام كيلو، ماشي؟ يبقى النوع والعدد والايه والكمية بتاعتي، تمام. اهم حاجة في اذن الصرف ان انا الكمية بتاعتي المنصرفة مطابقة للايه، لاذن الصرف. يعني اللي انا بطلعه من المخزن مطابق لايه، لاذن الصرف. طبعا اذن الصرف ده لازم يكون معايا صورة منه، ولازم البيانات بتاعتي اللي موجودة في اذن الصرف لازم اكتبها في الدفتر بتاع الايه، بتاع الصرف بتاعي، علشان ده يبقى مطابق لده. وبعد كده ما يبقى فيه جرد على المخازن بيبقى كله مطابق لايه، مطابق لبعضه. اهم حاجة برضو في المخازن، وانا بدخل الحاجة داخل المخزن تبقى مطابقة للمواصفات، اللي هي مدة الصلاحية بتاعتها مظبوطة. هتقعد قد ايه مدة الصلاحية بتاعتها دي، هتكمل ولا لا؟ يعني انا مثلا مدخل لحوم، مدة الصلاحية بتاعت اللحوم، انا ما بستخدمش لحوم كتير، بستخدم يعني ممكن اللحوم دي تقعد عندي مثلا 3 شهور. مدة الصلاحية بتاعت اللحوم دي معديها 3 شهور ولا اقل من 3 شهور؟ لو اقل من 3 شهور دي انا ما استلمهاش، لان لو اقل من 3 شهور ممكن انا ما استخدمش اللحوم دي ال 3 شهور، يبقى انا كده وهي مخزنة عندي بقت ايه، بقت غير صالحة للاستخدام. بعد ما بستلمها بدخلها في المكان الخاص بيها، مكان التخزين الخاص بيها، اللي هو مكان يا اما تجميد يا اما تبريد يا اما تخزين، بس اللي هو مثلا اللحوم والدواجن لازم تجميد، عندي الخضروات والفواكه لازم ايه، تبريد، اللي هو الحبوب والحاجات دي برضو تبريد بس درجة حرارة اقل شوية من الخضروات، بحيث الأغذية دي اما تخزن عندي بشكل صحيح مدة الصلاحية بتاعتها مش هتفسد عندي. يعني وهي قاعدة عندي مدة الصلاحية بتاعتها مش هتفسد عندي، يعني مش هدخل الحاجة سليمة في المخزن وبعدين اجي الاقيها عفنت مثلا، او الاقيها مثلا باظت عندي وهي في المخزن. ليه؟ لان انا مش حط يعني مش مخزنها بالطريقة الصحيحة ليها، تمام. عمل الجرد على الأغذية والمشروبات وتسعيرها. الجرد بتاعي بيبقى من خلال إذن الصرف بتاعي. إذن الصرف بيبقى فيه الكمية، وبيبقى فيه السعر، وبيبقى فيه الوحدة.
يعني ايه؟ يعني عندي الكمية، النوع الاول، النوع الاول بيبقى النوع، انا عندي مثلا رز وبصل وطماطم وحاجات من الحاجات دي، ماشي. الكمية بتاعتي كام كيلو من كل نوع، كام كيلو من كل نوع. التسعير بتاعي اللي هو الحاجة دي متسعرة بكام، يعني كيلو مثلا، كيلو الطماطم ب10 جنيه، انا جايب 100 كيلو، يبقى سعرها كام؟ اللي انا مدخله كله، انا مش بعمل بالكيلو، انا بعمل بالكمية اللي داخلة عندي فين؟ في المخزن. يبقى انا لازم اعمل جرد على التسعيرة بتاعتي، اعمل جرد، لان اذن الصرف بتاعي بيبقى لازم مطابق للجرد بتاعي، بيبقى مطابق لإيه؟ للي موجود في المخزن، تمام. يبقى انا كده عندي كله مطابق لبعض، خلاص. يبقى الجرد علشان الرقابة دي اما تيجي تشوف المخزن عندي فيه كام كيلو من كذا، فيه كام كيلو لكذا، بيطبقوا الأذون الصرف بتاعتي، وبيطبقوا الكمية اللي موجودة في المخزن، وبيطبقوا الايه، الدفتر بتاع اللي موجود فيه الايه، الأغذية والمشروبات الداخلة والخارجة. بعد كده مراقبة الكابتن اوردر والفواتير. طبعا الكابتن اوردر والفواتير، الفواتير دي اللي انا شاري بيها، في فرق ما بين الفاتورة والكابتن اوردر. الفاتورة دي اللي انا شاري بيها ومدخل بيها الحاجة المخزن على اساسها، مدخل مثلا شاري الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، مدخلها بأمر شراء بفاتورة، ماشي. الكابتن اوردر ده اللي انا هخرج بيه الحاجة من المخزن، الكابتن اوردر ده اللي هو بيبقى فيه الاوردر بتاع المكان، انا هعمل ايه النهارده في المطبخ، هعمل ايه في المطعم، انا هعمل مثلا مشروبات في المطعم، عايز 2 كيلو فراولة، عايز سكر، عايز تلج، عايز مثلا نكهات، عايز كذا، عايز. يبقى انا بكتب الكابتن اوردر بتاعي من المطعم بوديه المخزن، علشان المخزن يصرف لي الحاجات اللي انا هشتغل بيها فين؟ في المطعم، تمام. معرفة الاصناف الراكدة والتصرف فيها. يعني ايه اصناف راكدة؟ الاصناف الراكدة يعني اللي ما بتستخدمش كتير، يعني انا ما بستخدمهاش كتير في المكان. يعني مثلا انا عندي المطعم اللي موجود في مثلا في فندق ما، او في مطعم ما بستخدمش اللحوم بشكل كبير، بس بستخدم الفراخ كتير. طيب انا بعرف ازاي الكلام ده؟ بعرف الكلام ده من المنصرف عندي، انا بصرف فراخ كتير من المخزن، انما اللحوم راكدة، اما بصرفش كتير لحوم. يعني انا اللحوم اللي مفروض استخدمها في شهر ولا حاجة، بستخدمها في 3 شهور. ليه؟ علشان الوجبات المقدمة عندي كلها بستخدم فيها دواجن او فراخ، انما الوجبات اللي بستخدم فيها لحوم قليل. يبقى دي اسمها ايه؟ اصناف راكدة. اصناف راكدة يعني ما بعملش اصناف بالحاجة ديت كتير، يبقى انا ما اشتريش منها كتير، ما اشتريش منها ايه، ما اشتريش منها كتير، يعني انا ما بستخدمش اللحوم كتير. يبقى اجيب لحوم، اشتري لحوم، لا، يبقى انا ما اشتريش ايه، ما اشتريش لحوم بشكل ايه، بشكل
أزيد من المعتاد. مراجعة الرقابة على المشروبات التي تم بيعها. يعني إيه التي تم بيعها؟ يعني أنا عندي في المطعم، أنا عندي في المطعم ببيع مشروبات إيه؟ ببيع مثلا المشروبات المنعشة عندي كتير، المشروبات المثلجة ببيع منها كتير. طب أنا عندي مواسم، المواسم دي بتستخدم فيها المشروبات مثلا المثلجة بتستخدم أو بتباع في فصل الصيف أكتر من فصل الشتاء، المشروبات المنعشة موجودة عندي على طول، المنعشة اللي هي بيبقى فيها نسبة ايه يعني فيها صودا، عندي المشروبات الساخنة، المشروبات الساخنة بتباع عندي في فصل الشتاء بشكل ايه بشكل سريع وكبير. يبقى انا هنا الرقابة على بيعها ان انا بشوف الكميات التي تباع في هذه الأصناف ومدى الإقبال عليها. خلاص، بعد كده عمل الحجم القياسي للأطباق بالتعاون مع مدير الفود اند بيفرج والشيف لتحديد سعر البيع. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا دلوقتي يعني ايه حجم الطبق؟ حجم الطبق بتاعي يعني ايه؟ حجم الطبق بتاعي يعني الكمية اللي انا بحطها في الطبق. طيب يعني ايه بعمل رقابة عليه؟ ويعني ايه بسعره؟ انا دلوقتي عندي طبق بيقدم للعميل، الطبق ده بيبقى فيه قطعة لحم، بيبقى فيه مثلا بعض الخضروات، بيبقى فيه سلطة. الطبق ده بيكلف قد ايه؟ طب انا من خلال رقابتي هقول الطبق ده بيكلف كذا. معلش انت من خلال الرقابة ازاي يعني؟ انت دلوقتي من خلال اللي بيشتري اشترى بكام؟ الفراخ اشتراها بكام؟ الخضروات اشتراها بكام؟ ماشي؟ الحاجة نفسها اشتراها بكام؟ ماشي؟ ومش موضوع اشتراها كمان، لازم الشيف يدخل معانا في تحديد السعر. ليه؟ الشيف عارف ايه المواد اللي تم استخدامها اثناء الطهي. يعني انا مثلا انا بعمل مثلا فراخ وخضروات ومكرونة او رز او كده، الحاجات دي انا بعملها لوحدها كده ولا بحط عليها مواد تانية؟ بحط عليها حاجات، بحط عليها سمنة وبحط عليها زيت وبحط عليها صلصات وبحط عليها صوصات وبحط عليها حاجات من الحاجات دي. طيب الشيف انت عملت كام طبق بكيلو رز؟ عملت الفرخة على كام قطعة؟ الطبق ده فيه قد ايه رز من الكيلو اللي احنا شاريينه؟ الطبق ده فيه حتة لحمة قد ايه من الفرخة؟ فيه قد ايه خضروات؟ انت حطيت الصوصات عليها ايه؟ استخدمت قد ايه سمنة؟ يبقى انا بقدر حجم الطبق بتاعي بالطريقة دي، مش بقول ايه
لا ده انا حاطط ب 10 جنيه رز ب 5 جنيه خضار لا ما تجيش كده، ما تجيش كده خالص. طبعا الخامات اللي بتضاف على الخضروات والحاجات المطهية طبعا دي ايه، دي برضو بتضاف لسعر الطبق. يبقى انا اما بعمل رقابة انا بروح مثلا كرقيب كمسؤول الرقابة بروح على مطعم اقول لهم مثلا ايه الطبق ده مسعرينه بكام، يقول لك مثلا الطبق ده ب 50 جنيه. بناء على ايه ب 50 جنيه؟ الشيف هيجي يقول لك الطبق ده فيه قطعة لحمة بكذا، فيه رز بكذا، فيه خضروات بكذا، مضاف عليه كذا، مضاف عليه كذا، مضاف عليه كذا، والإجمالي بتاعه 50 جنيه. يبقى أنا كده عرفت واتأكد السعر بتاع الايه، بتاع الطبق، من خلاله بحدد سعر البيع، بحدد سعر البيع بتاعي. انا الطبق مكلف 50 جنيه، التكلفة بس مكلف 50 جنيه. طب انا هبيعه بنفس التكلفة يبقى انا كده بخسر. ليه بتخسر؟ اول حاجة في شيفات واقفين بيطبخوا بيطهوا الاكل، دول لهم مرتبات. اللي بيقدم الاكل بيبقى له ايه، بيبقى له مرتبات اللي هو الويتر. يبقى انا لازم اضيف على سعر الطبق خدمة على الاقل 10%، خدمة على الاقل 10%. تمام، يبقى انا كده بسعر سعر الطبق للبيع. انا هو في الاول اما سعر لي ب 50 جنيه سعر التكلفة بس، انما سعر البيع بيبقى زيادة على سعر التكلفة 10%. تمام، ديت كيفية تسعير الايه، الطبق او عمل حجم الايه الطبق. طبعا الكلام ده الطبق بتبقى للوجبات او المشروبات، يعني سيان الوجبات او الايه المشروبات. بعد كده مراجعة الكابتن اوردر بالفواتير. مراجعة الكابتن اوردر بالفواتير يعني اللي انا الطلبات اللي انا كنت بطلبها من العميل بالفواتير اللي انا جايب بيها الحاجات من المخزن. ليه؟ علشان انا اما اجي اراقب عليك اقول لك انت جيت خدت من المخزن 10 كيلو فراولة، 20 كيلو سكر، كذا كذا كذا، انا اعرف منين ان انت استهلكت ده كله داخل المطعم من الكابتن اوردر اللي طول اليوم اللي انا بستخدمهم طلبات. الطلب كام مرة من الاصناف اللي انت خدتها في الفواتير، خدت قد ايه، عملت قد ايه عصير فراولة، عملت واستخدمت قد ايه سكر، واستخدمت، يعني ده كله اسمه مراجعة الكابتن اوردر بالفواتير علشان اطابق المنصرف بالايه، بالسعر بتاعي، بالفواتير بتاعتي. بعد كده مراجعة فواتير الشراء مقارنة بكشف التسليم اللي احنا قلنا عليه، ان انا فواتير الشراء اللي انا واخد بيها الموافقة من المدير ان انا هستخدم كذا واستخدم كذا واستخدم كذا وعايز اشتري كذا وكذا وكذا، بيتراجع مع الكشوف بتاعة التسليم اللي انا سلمتها لمين،
للمخزن. ما انا اشتريت اهو، فين بقى التسليم؟ بقى وقت التسليم انت قايل لي هتشتري 10 كيلو طماطم، 10 كيلو رز، 10 كيلو، 10 كيلو، 10 كيلو من كذا حاجة. انت بتسلمني 8 8 8. طب ازاي؟ اقف بقى، يبقى انا لازم اوزن، يبقى عندي موازين، اعرف الميزان ده ازاي؟ امال الرقابة دي يعني ايه؟ الرقابة دي يعني بشوف الحاجة دي مظبوطة ولا لا، امر الشراء بتاعي ده مظبوط عشان استلم بيه ولا لا. انا دلوقتي امر الشراء، انت شاري عندي ايه؟ شاري عندي الاداء، الحاجات دي، الميزان، بوزن، وقبل ما اوزن بشوف الحاجة سليمة ولا مش سليمة. في ساعات مثلا اجيب طماطم، مثلا اشوف طماطم الاقي العداية تحت بايظة ما تستخدمش، يبقى انا كده هعمل هالك كتير، يبقى انا كده بخسر. يبقى انا لازم اشوف الحاجة اللي انا بدخلها المخزن بتاعي سليمة ولا مش سليمة، مطابقة للعدد بتاعها، للكمية بتاعتها، للصنف بتاعها، وهكذا. تمام. الرقابة على البارات لمعرفة المشروبات التي تم بيعها اللي انا في المطعم. طبعا المطعم هو بيقوم بعمل المشروبات وتقديمها في الايه، في المطعم. طبعا مش معنى ان انا بقول بار، البار ده بيقدم جميع المشروبات في المطعم، مشروبات ساخنة ومشروبات كل حاجة، يعني مشروبات، ممكن مشروبات كحولية او غير كحولية، لو المكان بيسمح ببيع المشروبات الغير كحولية. انما ما ينفعش ان انا ابيع مشروبات كحولية في مكان مفهوش تصريح بالبيع، لازم تصريح البيع يكون مطابق لإيه، للمشروبات التي تباع داخل الإيه، داخل المكان. يبقى ده كله للشراء والرقابة على الأغذية والمشروبات، علشان مهمة الأغذية والمشروبات صحة الإيه، صحة العميل. طبعا الحاجات بتاعتنا في الأغذية والمشروبات دي مهمة قوي قوي علشان صحة الإيه، صحة العميل. زي ما احنا قلنا في أول الحلقة، صحة العميل ده أهم حاجة عندنا، لأن لو حصل حاجة للعميل ممكن يقفل الإيه، يقفل المكان، ايا كان المكان بقى، مطعم، مطبخ، اي ايا كان بقى المكان، فندق يعني او مطعم او كده. يبقى انا لازم موضوع الرقابة على الأغذية والمشروبات ده ما نستهونش بيه خالص، لان بيبقى فيه ناس متخصصة للرقابة على الأغذية والمشروبات بالأخص، علشان صحة الايه، صحة العميل. علشان كده بنقول موضوع الشراء والبيع بتاع الأغذية والمشروبات دول برضو لازم يكون لها ناس متخصصة، لأن البيع، البيع في المكان طبعا له مهارة. يعني تلاقي مثلا واحد واقف في مطعم وواقف على البار بتاع المشروبات، وبيقوم بأعمال كده بتخلي العميل ينجذب لإيه، لشراء هذه الإيه، هذه المنتجات. مثلا يعمل مثلا مشروبات بشكل جذاب، بحيث ان هو يجذب الإيه، العميل ان هو يشرب الإيه، المشروبات دي. كمان حاجة
الشراء، الشراء ده مهم قوي. الشراء ده ان انت تجيب اسعار كويسة، اسعار كويسة مناسبة للمكان، وفي نفس الوقت اسعار معتدلة، بحيث ان انت يعني تبيع بشكل كبير وفي نفس الوقت ما تخسرش. ده بيحتاج مجهود شوية. يعني ايه مجهود؟ ان انت لازم تكون عارف المنتج اللي انت هتشتريه كويس، عارف السوق كويس وطبيعة السوق. يعني ايه طبيعة السوق؟ ان انا رايح المكان الحاجة فيه كويسة. يعني ما اروحش اقول لا ده انا هشتري حاجة رخيصة وجميلة وبعدين الاقي الحاجة ايه، الحاجة مش كويسة. ممكن اتعامل مع اسواق او تجار، بحيث ان التاجر بيبقى معايا سعره اقل شوية. طبعا التجار دول مهم قوي عندهم البيع، مش عشان انا هبيع اخد منك مرة يبقى انا كده خلاص، لا. انت لو الحاجة بتاعتك كويسة انا هاخد، هاجي اخد عندك مرة واثنين وثلاثة. وطبعا الحاجة بتاعته لما انا الاقيها مش كويسة في مرة خلاص شكرا، انا مش هاخد من عندك حاجة تاني. ده عايز ايه؟ ده عايز دراسة للسوق، ان انا ادرس السوق كويس قوي، ان انا ادرس طبيعة السوق. طبيعة السوق يعني في تجار، في سوق عادي، في اصناف كويسة. انا عايز اخد ده كله بقى، اخد ده كله. تاجر يديني كميات كبيرة وبسعر كويس والاصناف بتاعتي كويسة. ده هيجي منين؟ من ان انا رحت سألت ورحت خدت من عند ده مرة واتصرفت ورحت للتاجر ده ورحت للتاجر ده وشفت ده وشفت ده وهكذا. يبقى انا لازم ادرس السوق كويس قوي واعرف طبيعة السوق كويس قوي علشان المشتريات بتاعتي تبقى جودتها عالية وفي نفس الوقت تديني ربح، تديني ربح. ما هو انت لما تقدم اكل كويس وسعره كويس ومشتريه بسعر كويس، هتبقى انت كده في ربح، لان انت بعت حاجات اكتر. اما العميل يجي عندك ويلاقي الحاجة بتاعتك كويسة هيجي لك مرة واثنين وثلاثة. ما هو ده بقى طبيعة السوق اللي انت بتشتري وتبيع فيه. انت بتشتري خامات وتبيع منتجات، بتشتري خامات علشان تعمل منتجات كويسة تبيعها لإيه؟ للعميل مرة واثنين وثلاثة. انت مش ه... يعني مش على قد عميل واحد، لا. ده انت العميل هيخرج من عندك هيعمل لك دعاية إيجابية، هيجيب لك عميل واثنين وثلاثة. يبقى عندنا الرقابة دي عبارة عن تغليف، تغليف للأغذية والمشروبات كبيع، تغليف للأغذية والمشروبات كبيع مش شراء. يبقى أنا بشتري كويس وببيع كويس، ده كله بيجي من الرقابة، ما بيجيش من ان انا شاطر بقى وبنزل اجيب حاجات. لأ، انت عرفت طبيعة السوق وعرفت الحاجات اللي انت تشتريها من السوق كويس، وفي رقابة عليك خلتك تعمل كده. لان انت معلش انت يعني مثلا
ممكن لو ما فيش رقابة على المنتجات الأغذية والمشروبات زي ما احنا قلنا في الأول، ممكن المكان يتقفل، لأن انت المرة دي عدت وما بلغوش، المرة التانية العميل جاله تسمم، العميل جاله، طب ما هو ده من ايه يا جماعة؟ طب ما هو لازم الرقابة دي تعمل دور مهم قوي لنا، لأن المنشأة أما تيجي تبيع حاجة بتبقى الرقابة عليها مهمة قوي علشان البيع وعلشان سمعة الايه، سمعة المكان في الأول وفي الآخر. يبقى احنا عرفنا النهاردة المسؤوليات بتاعة رئيس قسم الرقابة، اللي هو مسؤول، يعتبر مسؤول الأول والأخير عن ايه، عن البيع والشراء بتاع الأغذية والمشروبات داخل الايه، داخل المنشآت، ايا كان بقى المنشأة، فندق، حفلة، مطعم، ايا كانت الايه، ايا كانت المنشأة. كده مفيش حاجة عن الرقابة تاني، وكده خلصنا كده الرقابة خالص. نبدأ بقى في الاستعلامات. قسم الاستعلامات مهم أوي. قسم الاستعلامات ده اللي هو ايه؟ قسم الاستعلامات، قسم الاستعلامات اللي هو بيستقبل العميل، بيستقبله. قسم الاستعلامات ده ممكن يكون في الفندق وممكن يكون هاتفي، من خلال الهاتف. يعني ايه قسم الاستعلامات من خلال الهاتف؟ انا دلوقتي رايح في مكان معين، المكان ده انا ما اعرفش عنه حاجة، انا اول مرة اروح المكان ده، هعمل ايه؟ هتصل بالمكان ده، هقول له امكانيات المكان ده، مثلا الطريق بتاعه، الخدمات بتاعته، كيفية الوصول له، كل حاجة، كل حاجة عن المكان قبل ما اتحرك من مكاني. ليه؟ علشان لو انا اتحركت من مكاني من غير ما اكون عارف حاجة عن المكان، ممكن لا قدر الله ممكن اتوه، ممكن يحصل حاجة، ممكن يحصل لي اي مكروه في الطريق، لان انا مش عارف الطريق، ممكن اروح طريق غلط خالص. يبقى انا لازم يبقى عندي قسم استعلامات من خلال الهاتف، وطبعا الكلام ده لازم يكون بالتناسق مع قسم الإعلانات، لأن قسم الإعلانات لو عامل شغله في الفندق مثلا، ومثلا عامل إعلانات عن الفندق وعن الخدمات، والناس هتعرف عن الفندق كل حاجة ومكانه وطريق الوصول ليه وكده. طبعا قسم الاستعلامات ده له شروط، اللي هو بيشتغل في قسم الاستعلامات ده لازم يبقى ملم بجميع المعلومات عن المكان، لازم يبقى ملم بجميع معلومات الموقع، الخدمات، المكان، كل حاجة. ليه؟ لأن العميل أما بيجي يتصل بيسألك أسئلة. أنت دلوقتي لو مش عارف إجابة على الأسئلة دي، عمرك ما هتعرف تجاوب العميل على الأسئلة دي. الأسئلة مثلا عبارة عن إيه؟ مثلا
الغرفة في المكان ده سعرها كام، المواصلات بتاعة المكان ده بوصلها ازاي، الخدمات المقدمة في المكان ده عبارة عن ايه. انت دلوقتي لو قاعد بس على التليفون كده من غير ما تعرف المعلومات دي كلها، يبقى المكان ده وقع، مفيش حد هيعرف عنه حاجة. كمان مهم قوي لقسم الاستعلامات، اللي شغال في قسم الاستعلامات لازم يكون عنده لغة، عنده لغة، علشان اي حد يتصل بيك، يتصل بيك بأي لغة من اللغات تعرف تجاوبه. مثلا فوج امريكي، فوج ايا كان بقى الجنسية بتاعته، يعني لغة غير اللغة العربية، امريكية، فرنسية، ايطالية، ايا كان بقى تعرف تجاوبه. وانت لازم تبقى ملم باللغات، يعني ما يعني قسم الاستعلامات ده، يعني انا واحد بيكلمني باللغة مثلا الايطالية، انا مش عارف، طب انا هعرف ارد على اسئلته؟ مش هعرف. يبقى انا لازم الم باللغات، والم بالخدمات بتاعت الايه، بتاعت اللي بيقدمها الايه، الفندق. وكمان اهم حاجة برضو الالمام بالاماكن السياحية، يعني واحد مثلا جاي اول مرة يجي القاهرة، يجي مصر يعني، وما يعرفش اي حاجة عن مصر، وبيتصل بيا يقول لي ايه، يقول لي لو سمحت هو انا ممكن اروح فين في مصر لو انا مش عارف اماكن سياحية، لو انا ما عنديش لغة، لو انا ما عنديش اي حاجة معلومات خالص، يبقى انا كده ايه، مش هعرف اجاوبه. يبقى قسم الاستعلامات ملوش اي لازمة. طيب مسؤول قسم الاستعلامات ده يبقى مسؤولياته ايه كمان، ومهامه ايه كمان، هنعرفها الحلقة الجاية ان شاء الله. وياريت تكونوا استفدتوا من الحلقة والحلقات بتاعت الإدارة الفندقية. اتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم النظرية وفي حياتكم العملية، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.